ارتفاع غير مسبوق في حالات الطلاق عربياً. اليونيسف تحذر من تأثير تغير المناخ على النازحين من الأطفال. ومن النزوح إلى الإنقاذ البيئي، أيزيديون يعيدون تدوير البلاستيك. برنامج اليوم مع باسل صبري ورغدة إبراهيم. مشاهدينا أهلا بكم. اليوم نفتح عدد من الملفات المتنوعة ما بين اجتماعي حقوقي وصحي. البداية هتكون مع قضية الطلاق في المنطقة عام بعد الآخر. هذا الملف يستمر في تصدر الظواهر المقلقة اجتماعياً. هذه المشكلة متشعبة، خيوطها تتشابك مع ظواهر وقضايا أخرى وتصب في النهاية في تدهور نسيج المجتمعي ممكن، ألا وهو الأسرة. طبعاً هذا أول ملف، أما في ملفنا الثاني فيبحث في علاقة تأثير البيئة على حقوق الإنسان وخصوصاً حقوق الأطفال بالتحديد. كيف تضغط تداعيات تغير المناخ والظواهر المناخية المتطرفة على اختلاف أشكالها باتجاه الهجرة والنزوح وكل ما يترتب من تبعات لترك الأطفال لمنازلهم ومناطقهم؟ الانفصال بين شخصين هو أمر يحصل، والأصعب من ذلك لما يكونوا متزوجين ويصلوا لقرار بالطلاق. طبعا هناك ارتفاع بشكل عام في هذا الأمر، وأيضا يبدو أنه أصبح غير محتكر على أعمار معينة، رغم أنه مرحلة الثلاثينات والأربعينات هي من أكثر المراحل العمرية اللي بتكون فيها الأسرة أكثر عرضة للانهيار. لكن هذا لا يعني أن المراحل الأخرى بعيدة عن هذا الفشل في البنية المجتمعية. في مصر بالتحديد وفي الأيام الأخيرة صدر أحدث تقرير رسمي عن المركز القومي للإحصاء، وفي تفاصيل هذا التقرير كانت الصدمة: زيادة معدلات الطلاق بين كبار السن، فئة من الأزواج من المفترض أن تكون علاقاتهم أقوى من الشرائح الأصغر. نعم، مركز الإحصاء قال أن نسبة الطلاق بين كبار السن في مصر ارتفعت ل 10%، وهي اللي تستحوذ على إجمالي حالات الانفصال في البلاد، على الرغم من أن هذه المعدلات كانت متدنية في سنوات ماضية. هذا في مصر. أما في الجزائر فالأمور ليست أفضل حالاً. مؤخراً سجلت وزارة العدل الجزائرية ارتفاع ملحوظ في نسب الطلاق والخلع في الجزء الأول من عام 2022، وصل إلى 240 حالة يومياً، أي بمعدل 10 حالات في كل ساعة. خطر كبير طبعا من انتشار الظاهرة، ومحامون يدعون لضرورة التركيز على جلسات صلح وأيضا تأهيل الشباب قبل الزواج أو الذهاب للزواج. نتابع. بعد 8 سنوات من الزواج وجدت هذه السيدة نفسها مطلقة وتعول ولدين. اختلفت الأسباب لكن النتيجة واحدة: تشتت أسري تبعته تحديات مجتمعية وأسرية، مع بحث متواصل عن عمل يعينها على تربية أبنائها. ما لقيت حتى واحد كي طلقت، يعني كنت مبحرة. كان لازم ناخذ القرار تاع الطلاق، لأنه خلاص سيد قال حلول. رحت معه بالتي هي أحسن، رحت معه بلا بسيكولوجي، رحت معه بقال الله قال رسول، رحت معه مما كان حتى فايدة يعني. وحسب الأرقام المقدمة من وزارة العدل الجزائرية، فإن فك رباط الزوجية يزداد في المراحل الأولى من زواج. يحاول المشرع الجزائري التخفيف من الظاهرة من خلال جلسات صلح تتم 3 مرات قبل إصدار الحكم النهائي بالطلاق. القانون يتغير إذا نشوفه على حسب الأنواع ولا حسب الوضعية الاجتماعية تاع المرأة، لأن ساعات لما تكون في هذا النوع من الطلاق ما تخدمش، ما عندهاش مصارف، ما عندهاش منزل، كيف القاضي ممكن نعطيه له وسائل باش يحمي المرأة لما يكون مقابل لهذا الإرادة المنفردة لهذا التلت جلسات ما يقدروا يديروا والو. عن أسباب الطلاق تختلف الآراء بين ما هو شخصي وما هو عائلي، واتخاذ الزواج واجهة اجتماعية لا غير، أمر دفع بناشطين إلى اقتراح تنظيم دورات تدريبية للشباب المقبلين على الزواج. كون كاين تأهيل زواجي، الأولويات كلها تغيرت
وتبدلت. وباختيار أو بتغير هذه الأولويات، لما أنت تديري في بالك بلي راح تعيشي حياة مادية سعيدة، والمادة هي اللي راح تحقق لك السعادة. أرقام الطلاق تزداد ارتفاعا بعد جائحة كورونا، وترتبط ارتباطا وثيقا بالحالة الاقتصادية للعائلة أيضا. قد تكون الأسباب اجتماعية واقتصادية وحتى نفسية، لكن اللجوء إلى الطلاق كحل ليس حلا كما يقول خبراء، بل باتخاذ الحوار ركيزة لحل الإشكالات. جهيد رمضاني، الحرة، الجزائر. للمزيد عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الاختصاصية الاجتماعية عبير الوكيل، أهلا بك وصباح الخير عليك أستاذ عبير. أهلا وسهلا. يعني في البداية خلينا نتكلم عن العوامل الاجتماعية الرئيسية اللي من الممكن أنها تسهم في ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمعات بهذا الشكل اللي بنراه اليوم. صحيح، احنا خلينا نقول اكثر العلاقات الان عم تاخذ شكل مختلف بالفتره الاخيره، وذلك بسبب خلينا نقول النواحي الاجتماعيه المتعلقه بالجانب الاقتصادي، او احيانا غياب التكافؤ الاجتماعي بين المجتمعات. يعني احنا صار في عندنا خليط من ممزوج من الجنسيات والثقافات، فهذا ايضا يؤثر احيانا بنشوء علاقه غير متكافئه. فيعتمد بشكل كبير على العلاقه الزوجيه ان يكون فيها نوعا ما بالتكافؤ الاجتماعي اجتماعي ثقافي الفكري، فهذا الموضوع بلش ما يكون فيه نوع من التوازن، فاختلت المفاهيم بالنسبة للعلاقات الزوجية. خليني ينجي معك لمسألة المراحل العمرية واللي طرحناها نحن قبل قليل، وحكينا أيضا أنه أصبح اليوم شيء متعارف عليه ما بين حتى الكبار في السن مش بس الصغار. صحيح. ليش؟ طيب هلأ إحنا لو بدنا نقول شو هي الأسباب الرئيسية لهالموضوع، في طبيب نفسي وعالم اسمه جون غوتمان بيقول في دراسات له وخاصة عن التنبؤ بالطلاق، بيحكي أنه في 4 أنماط من الاتصال مهمة جدا، يعني هي أسباب أساسية في عملية الطلاق حتى عن كبار السن تحديدا. في هذه رح نحكي الأنماط بدون ما يعني نرتبها، هي منها الازدراء يعني قلة الاحترام، الدفاع، التعصب، وأيضا النقد. يمكن على مر السنين خلينا نقول مع كبار السن العلاقة بتاخد شكل نمطي، فبيزيد نسبة النقد وهي أكثر شيء ممكن يتأثر. هلأ مين بيأثر أكثر حسب الشخصيات، لكن بيقولوا الازدراء أو قلة الاحترام ممكن إذا نوجدت بأي علاقة تدوب حبل المودة. فلذلك حبل المودة اللي هو مع مرور الزمن إذا كان عملية دائما تقليل شأن الآخر موجودة، فبتصير تتحول إلى مؤشر ومنبه ومنذر بالطلاق. فيمكن كبار السن يعني بصير عندهم نمطية العلاقة، وبدأت يعني أشكال العلاقات النواحي الاقتصادية والنواحي النفسية تزداد، وخاصة بعد كورونا ظهرت وبشكل جلي جدا. وده ما بيعوضوش اللي بنقول عليه العشرة، أو أنه اتنين فاهمين بعض الفترة طويلة جدا، حفظوا بعض في بعض الأحيان، بيبقوا خلاص عارفين كيفية استمرارية هذه العلاقة، أم أنه في العوامل الثانية اللي ذكرتيها بتغلب على هذا الجانب؟ هلأ ربما يكون يعني موضوع العشرة هو موضوع نسبي، خاصة نحن خلينا نجي نسلط الضوء على عالم الميديا والسوشيال ميديا. الآن الكبير والصغير يتابع السوشيال ميديا، والكل يرى العلاقات المثالية اللي هي موجودة على الميديا، فالكل يتخيل شكلياً مثالية. أيوة، هو يتخيل أنه ممكن لما لا أعيش هذه الحياة المثالية، وهي ليست موجودة في حياتي، فبالتالي عم يولد عنا علاقات غير سوية بغض النظر في العمرية كبير أم صغير. واحد من الأسباب اللي بالدراسات بتقول 100% أنه حتى الكبير يقول لماذا لا أعيش هذه المرحلة من حياتي وأنا يعني من حقي، يصير حتى ملل يعني من الحياة الزوجية ربما عند بعض الناس، لهذا قاعدين نشوفه في الانفصال أو الطلاق في عمر متأخر. صحيح. حتى بعد فترة طويلة من الزمن في زواج معين. طيب في هذه الحالات شو تأثير الطلاق على الأطفال وعلى العائلات؟ هو بصورة عامة أول من يتأثر الأطفال، يعني هذا معروف، لكن شو مدى التأثير عم بيكون الآن أقوى بكثير من السابق. بالسابق كان لأنه الناس عندما يعني يصير حدث طلاق الأسر تهتم يعني تراعي، لكن الآن الطلاق أصبح كأنه شيء اعتيادي، يعني كأنه هذا من روتين الحياة أنه يحدث عادي، مش أنت أول واحد ولا آخر واحد، هكذا يقال. لذلك الطفل بدأ يشعر بأنه عنده تشتت نفسي. روحي على المدارس، هيك دراسة بسيطة في المدارس من فترة قمنا بها، الأطفال في المدارس بيتعرضوا للكثير من المشاكل المتعلقة بالتنمر. لماذا؟
التشتت الأسري الموجود أدى إلى تشتت نفسي، بالتالي هو ما عاد في عنا تسلسل في العلاقات بين الطفل وأهله مع ذوي. هو التسلسل في العلاقة بينمو تدريجيا، هو في مرحلة مش موجود بين أمه وأبوه، فما بياخد هاي العلاقة بشكل متدرج، فبالتالي بيعيش بطريقة غير يعني منظمة. فالأطفال بيعيشوا حالة فوضى، يعني الأكثر دراسات بتقول أكثر من 60% من الأطفال عندهم حالة فوضى أو عندهم حالة ركود، يعني ما هو بيعرف يبني علاقات أو هو عنده فوضى في بناء نفسه بناء شخصيته. هل أصبح المجتمع بيسهل هذه العملية، بيسهل الانفصال، بيسهل الطلاق؟ يعني فترة كان الشكوى من أنه بعض الزوجات بيتعرضنا مثلا لعنف زوجي، بيجبرنا على البقاء في علاقة بتأثر عليهم سلبيا، فبالتالي لا لازم ننظر إلى الطلاق كحل، كحل لهذه الأزمة. ولكن أصبح الانتقال أسهل بكثير حتى في حالات لا يوجد فيها أي مشاكل، خلينا نقول كبيرة بالمعنى اللي نعرفه. صحيح، ذكرتني بمثال كتير بيعجبني، أنه الإنسان تخيل الطريق ذهاب إياب، عندما تريد السيارة أن تتجاوز أي سيارة رح يكون اللي عم يتجاوز عنده حرص شديد في يضبط المسافة، يقدر يقدر المسافة، لكن إذا واحد منهم ما عنده القدرة أن يضبط المسافة حيصطدم أكيد بالطريق الجاي. فغالبا الناس صار عندها استسهال في عملية الجو، والتصادم صار بالنسبة للأمر طبيعي. فنحن ربما نكون بالوقت الحاضر أكثر ما نحتاج، إذا بدنا نقول عن حل من الحلول، إنه نحن نتريث، ناخذ نفس عميق قبل أن نقرر إنه نصدر يعني أحكام على هاي العلاقة إنه خلص لازم تنتهي. ما في نضوج للعلاقات، يعني ما عم تاخذ وقت. لذلك بيقولوا لك كثير مرتبط الموضوع بإنه بالوقت وبالمسؤولية. الوقت لأنه دائما العلاقات تحتاج وقت حتى تنضج، حتى تتخطى أي عقوبة، أي يعني عقبات موجودة في الحياة. صحيح، وأعتقد الناس اليوم أصبحت سريعة في الزواج وسريعة أيضا في الطلاق. الوقت، فهذا الوقت ممكن مؤثر وعامل من العوامل. في بعض الناس حكت عن دورات أو يعني ورشة تأهيلية حتى للشباب قبل الزواج. بصراحة من رأيي أن نشوف فيها فكرة رائعة إذا كان تمت، وفي بعض الدول اللي بدأت فعلا في مشاريع من هذا النوع. كيف شايفة وكيف ممكن تكون هذه الدورات للشباب؟ الآن موجود بكثرة الاستشارات الأسرية قبل الزواج، أثناء الزواج، أثناء مرورك بأزمة في العلاقة. هذا شيء يعني محبب جدا، لكن برجع بقول حتى لو أنا عملت استشارة نفسية أو تأهيل أسري محتاج وعي للأفراد. يعني الأفراد هن لازم يشتغلوا قبل الدخول بعملية الزواج بالفهم مسؤولية العلاقة، يعني هي نقطة جدا حساسة، لأنه أنا ممكن أخذ تأهيل واشتغل على هذا الموضوع، لكن في جانب من جوانب الوعي عندي هو أنا بحتاج اشتغل عليه وعي حفزه عندي. وبقول دائما بالعلاقات الزوجية أو بعلاقات الطلاق تحديدا، إذا غاب الحوار ما بين الزوج والزوجة فرح يتغيب حتما استمرارية العلاقات. فالحوار نقصد فيه إنه يعني واحد منهم الأسلوب في الحوار، يعني ممكن أنا هلأ الآن تحاور معك في أسلوب بيني وبينك للحوار، لكن في بعض الأشخاص يعتقد إنه هو عم يحاور الشخص المقابله لكن بأسلوبه هو. لذلك أنا بدي أفهم أسلوبك وبتفهمي أسلوبي حتى نقدر نعمل حوار بشكل نوصل فيه الهدف، إنه نوصل لحلول. دائما الهدف إنه نصل نجد حلول ما بيننا. وهل هم بيتعلموا طريقة الحوار اللي بنتكلم عنها في هذه الدورات؟ أخصائيين بيدربوا في الدورات. يعني إحنا ممكن نقول الآن الكوتشز اللي عم يشتغلوا، إحنا كتير منتشرة في الآونة الأخيرة فكرة الكوتشينج. الكوتشز ممكن يدربك إنه كيف تعمل الحوار. فكرة الذكاء الإنسان العاطفي والذكاء الاجتماعي اللي بتنبني عند الشخصية ممكن تساهم أيضا إني أنا أعرف كيف أتعامل مع المحيط. هلا كمان في شغلة مهمة قبل ما نختم، إنه في حولنا أشخاص بيأثروا علينا من علاقات أصدقاء، علاقات الأهل، هدول أيضا لهم تأثير كتير كبير. يعني أنا يعني بقول دائما لو في مثلا أحيانا عيلة حولي واعية أنا حقوعة حتى لو أنا كنت عم بقع بأخطاء. لو في حدا يقول لي انتبه هون هاي النقطة لازم تنتبه عليها، معلش تتجاوزيها. يعني الآن ممكن الأمهات بتضايقوا على بناهم بناتهم بقولوا لا أنت لازم تعيشي أنت كذا. أنا بقول لا استريتي، الوعي مهم. ما في علاقة إلا لازم حتمر بنزوة، ما في علاقة إلا حيمر بصعوبات، لكن هذه التحديات يمكن أن نتجاوزها إذا كنا فعلا عندنا نقطتين مهمين. أولا الوعي، ثانيا
يعني هذا جهل مخافة الله. أنا خاف الله في الشخص اللي أمامي لأنه أنت تخطئ وأنا أخطئ، كنا بالآخر بشر يعني ما بنقدر نقول نحكم بسرعة خلص هنا انتهت الحياة. يحتاج الفرصة. نقاط مهمة كثيرة يعني ذكرتيها الآن اللي يستفيدوا منها الناس عند الذهاب للزواج فالنقل أو في التفكير في الانفصال أو الطلاق. شكرا جزيلا لك الاختصاصية الاجتماعية عبير الوكيل. شكرا جزيلا. طبعا زي ما ذكرنا هذه الظاهرة غير مقتصرة على بلد عربي معين فقط، والأرقام التالية تثبت لنا هذا. في السعودية الهيئة العامة للإحصاء أوضحت أن حالات الطلاق في البلاد وصلت إلى 57 ألف حالة في عام 2020. في الكويت كشفت إحصائية لوزارة العدل عن معدلات الزواج والطلاق لعام 2022 وأن عدد حالات الطلاق العام الماضي وصلت إلى 8307. بالنسبة للعراق فقد جرى تسجيل 73 ألف حالة طلاق في العراق العام الماضي بحسب وكالة فرانس بريس. وبالانتقال إلى المغرب أظهرت بيانات حديثة لوزارة العدل أن عدد حالات الطلاق في البلاد قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في عام 2021، استجلت ارتفاعا بلغ 6585 حالة. أما في سلطنة عمان فقد أظهرت آخر إحصائية لدى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل 6000 حالة طلاق في عام 2020. وفي ليبيا السيناريو هو نفسه مع تفشي ظاهرة زواج القصرات التي تؤدي بدورها لارتفاع في عدد حالات الطلاق، والسبب هنا هو منحة الزواج اللي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية. وبحسب محكمة طبرق فقد أساء ليبيون في شرق البلاد وغربها استغلال هذه الفرصة من أجل الحصول على هذه المنحة التي تزيد عن 8000 دولار أمريكي للطرفين. وفي تقرير حديث لمحكمة طبرق ذكر أنه شهريا تسجل المحكمة أكثر من 40 ملف جديد لحالات طلاق، بينما تقدر إدارة المحاماة العامة التصاعد في حالات الطلاق المسجلة في المحاكم الليبية عام 2021 بنسبة تتراوح ما بين 30 و40%. تنضم لنا من طرابلس المحامية أمال العروسي. سيدة أمال، منحة الزواج اللي تعطى للطرفين تقريبا 20000 ليبي أو 8000 دولار أو أكثر للطرف منهم مفروض هو أمر إيجابي، ولكن كيف تأثر هذه على قرارات الزواج والطلاق في ليبيا؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. منحة الزواج أو تسيير أو صندوق تسيير الزواج الذي قررته الحكومة الليبية في سنة 21 أقبل العدد كبير من الشباب الزواج بحصولهم على منحة الزواج وهي 20000 دينار ليبي ما يعادل 4000 دولار للزوج وكذلك للزوجة. فأقبل العدد كبير للحصول على هذه المنحة للإقبال على الزواج، ومع تزايد العدد الذي قررته الدولة زادت اضطرت الدولة إلى زيادة عدد المبلغ الذي قررته أصلا لمنحة الزواج. كانت يعني ظاهرة لأول مرة في الدولة الليبية أن تساعد الشباب للإقبال على الزواج أو تشجيعهم على الزواج بهذه المنحة. يعني قصدك أنه الهدف كان في اتجاه والنتيجة أتت في اتجاه آخر. الهدف كان تشجيع أو مساعدة الأزواج الجدد، ولكن نعم. حدث أنه أصبح الزواج بهدف مادي في النهاية. فعلا هي كان الهدف أساسا للشباب الذين تجاوزوا السن 40 ولم يتمكنوا من إتمام زواجهم، وفي اللي فترة الخطوبة استمرت فترة طويلة وبسبب تقدمهم في العمر لم يتمكنوا بسبب الظروف المادية طبعا لم يتمكنوا من إتمام زواجهم بسبب غلاء المعيشة، منها غلاء إيجار السكن فكان الهدف الأساسي هو تشجيعهم على إكمال نصف دينهم والزواج. لكن اللي صار إن حتى بعض القاصرات أو القاصرين قاموا بالإقبال على هذه للحصول على هذه المنحة في البداية لم تكن مدروسة، فأقبل على الحصول على هذه المنحة حتى القاصرات
وتفشت ظاهرة الطلاق بشكل كبير في تلك الفترة. الآن خفت حقيقة، لأن الدولة لم تعيد هذه التجربة مرة ثانية. ربما يجب أن تكون هناك دراسة اجتماعية ودراسة قانونية للموضوع قبل منح هذا المبلغ المالي للمتقدمين على الزواج. طيب زي ما ذكرتي حتى سيدة أمال، الآن حتى في يعني بالنسبة لليبيا البعض يعني نخطبه أو تزوجه فلنقل بس لهذا السبب، لهذا بعدها صار الطلاق في أرقام مفزعة لهذا الأمر. الآن في ليبيا وانت ذكرتي أنه لم يعد أعطاء المنح من أول وجديد، هل ممكن ترجع المنح الزوجية ويتم أعطائها مرة أخرى، وشو ممكن تصير أو تم من تعديلات فيها؟ وكان يجب، أو أعتقد أن الحكومة الليبية هناك دراسة للموضوع لصندوق تسيير الزواج، أنه يجب أن يمنح المتقدم لهذه المنحة فترة للتدريب أو للإرشاد الأسري أو دخول لدورة إرشاد أسري بمعنى أصح، وذلك لتفقيه الشباب للزواج وصعوبة الحياة الزوجية ما بعد الزواج، حتى تثقيفهم قانونيا حول مسألة الزواج وحقوق الزوج والزوجة. فكان يجب في البداية كان يجب أن تكون مدروسة. حاليا بعد تفشي حالة الطلاق والمشاكل التي حت اجتماعيا لبعض الأسر وبعض الفتيات القاصرات، اضطرت الدولة إلى دراسة الموضوع بشكل جدي، وطبعا اقتراح أن تكون هناك دورات إرشاد أسري التوعية الثقافية والتوعية الاجتماعية للزواج وأهدافه، كانت من أولويات دراسة هذا الموضوع مرة أخرى، أو لمنح هذه المنحة مرة أخرى. حالات الطلاق زادت، حالات الطلاق حتى. هل كانت هناك ضمانات رسمية يطالب بها الشخص المتقدم؟ نعم. للمنح الزوجية في ليبيا في البداية لم تكن هناك شروط جدية أو شروط واضحة. يكفي أنك تتقدم للزواج، تتقدم للحصول على هذه المنحة لتتمكن من الحصول عليها في البداية. هذه أكثر حالات الطلاق اللي حدثت، هي مرتين منحة الزواج، مرتين منحتها الدولة الليبية. المرة الأولى كانت حالات طلاق سريعة جدا بعد حصولهم على المنحة. المرة الثانية كانت هناك شروط، أن يبلغ الذكر 30 سنة والأنثى لا يقل عمرها عن 25 سنة. أيضا لم يكن شرط أساسي، كان هو ألا يكون قد تزوج أو متزوج في السابق، سواء الزوجة أو الزوج ألا تكون متزوجة في السابق. لأن المنحة منحت للمقدمين على الزواج لأول مرة، إذا كان تمنح للزواج من ثانية وثالثة فالتشجيع يعني، ولم يكن الهدف الأساسي هو إلا مساعدة الشباب المقبلين على الزواج لأول مرة. أيضا هناك شرط يعني لا أرى منطقي ولا أرى شرعي، وهو أن عدم الطلاق إلا بعد مرور سنة من الحصول على المنحة والزواج. اللي صار أن بعض اللي تجوزوا بهذه المنحة حتى طلقوا بعد شهر أو شهرين، رفضوا إثبات هذا الطلاق أمام المحكمة خوفا من إرجاع هذه القيمة. وهنا حدثت مشكلة أخرى، وهي السكوت عن الطلاق رغم وقوعه، وهذا يخالف الشريعة الإسلامية. يفترض إثبات الطلاق مجرد وقوعه ومنح الزوجة حقوقها وحتى تتمكن من تشوف حياتها يعني تتجوز أو غيرها. فكان خوف من إرجاع هذه القيمة لعدم مرور سنة من حصولهم على المنحة كان سبب آخر لتأخر تقديم إثبات هذا الطلاق في المحكمة. وكان هذا الشرط غير منطقي، لأن الطلاق يقع بين الأزواج حتى ولو عدم حصولهم على منحة الزواج. هذا يحدث الطلاق حتى بعد شهر أو شهرين، يحدث هذا أمر واقع، ولكن أن تشرط الدولة أن لا يكون هناك طلاق إلا بعد مرور سنة أو إرجاع القيمة، فكان هذا الشرط مجحف لبعض الأشخاص الذين تزوجوا بنية
عمليه الزواج ولم يكن هناك هدف مادي ليهم الا اكمال نصف دينهم، ولكن حتى مشاكل بعد الزواج فلم يتمكنوا من اثبات هذا الطلاق. هذه كان شرط غير منطقي. حاليا يفترض ان هنا يكون هناك دورات للارشاد الاسري لمعرفه اهداف الزواج وغاياته والمشاكل اللي قد يقبل عليها الازواج او الاطراف الشباب الذين سيقبلون على الزواج قبل منحه الزواج هذه. انا اشكرك طبعا على وجودك في هذه المداخله المهمه، المحاميه الاستاذه امال العروسي، شكرا جزيلا لك. بعد لحظات، اليونيسف تقول إن تغير المناخ يفاقم الواقع وتحديات هجرة ونزوح الأطفال. ابقوا معنا. المناخ أزمة تشغل بال الكل مؤخرا، دول ومنظمات وقادة وناشطين وعلماء، لأن تغير المناخ هو مش بس أزمة بيئية. صحيح، الخبراء في الأمم المتحدة بيحذروا من أثار تغيرات المناخ على حياتنا وصحتنا، لأنها بتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر أيضا على السكن، العمل، على قدرتنا أيضا على زراعة الغذاء. نعم، مش لتغير المناخ هي أزمة مركبة ومتداخلة وتأثر على كل مناحي الحياة وبالأخص على الأطفال ومستقبلهم أيضا. طبعا لما نتكلم عن الفيضانات والجفاف هي ظواهر متناقضة تماما، لكن لو تعمقنا في نتيجتهم سنجد أنها متشابهة إلى حد كبير، لأنه في الحالتين بيجبر ملايين الأطفال على النزوح من مناطق سكنهم. طبعا منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف قالت في تقريرها أطفال نازحون في مناخ متغير إن الكوارث المرتبطة بالطقس تسببت في نزوح أكثر من 43 مليون طفل. هذا الرقم الضخم بيعني أنه في 20,000 طفل بينزح يوميا بسبب الفيضانات، العواصف، الجفاف، حرائق الغابات، في مشهد وصفته الأمم المتحدة بالمرعب. بحثاً عن بعض الماء والأعشاب يتنقل مصطفى ووالده في مختلف مناطق النجف لرعي قطيع من الأبقار والجواميس التي يتناقص عددها باستمرار. ها صار ها أبشي ما ضاج عليهم من عند الماطن. ها شو هالصلاة 9. ها والله ضاج عليه من عند الماطن. تعزيزات علي أحبنا أنا والله. يواجه العراق ودول عربية أخرى أزمات غير مسبوقة بيئياً وفق بيانات الأمم المتحدة، وتحذر المنظمة الأممية من تفاقم حدة الجفاف والفيضانات والحرائق الناتجة عن تغير المناخ، وهو أمر سيدفع ملايين الأطفال إلى النزوح والهجرة القصرية. خلال السنوات الستة الماضية وثقت الأمم المتحدة نزوح نحو 43 مليون طفل بشكل قصري بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ، فيما توقع تقرير صادر عن منظمة أوكسفام أن يصل الرقم إلى 216 مليون مهاجر بحلول عام 2050 بسبب كوارث الطقس، وفيما يعاني اليوم نحو مليار شخص في الحصول على المياه بسبب الجفاف سيرتفع الرقم إلى نحو 3 مليارات شخص بحلول منتصف القرن. أزمات المناخ لا تفرق بين كبير وصغير، ولكن عواقبها ترهق الأطفال بشكل مضاعف. منظمة هيومانيوم المتخصصة بحماية الأطفال من كافة أشكال العنف توثق معاناتهم وتدعو مختلف دول العالم إلى تعريف حالة لجوء الأطفال بسبب المناخ رسمياً والاعتراف بما يسمى طفل لاجئ بسبب المناخ للعمل على حماية حقوقه وتمكينه ودعمه مجتمعياً.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا اختصاصية الاتصال في مكتب الخليج لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف لينا الكرد. أهلا بك وصباح الخير عليك أستاذة لينا. يعني بداية، إلى أي مدى مهم أنه يكون هناك تعريف رسمي للجوء وللجوء والنزوح المناخي خاصة للأطفال؟ إلى أي مدى وجود هكذا تعريف يحمي حقوق هذه الفئة؟ صباح الخير وشكرا على الاستضافة وشكرا لتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم، وخاصة مع بداية هذا العام. التعريف وحده ليس كافي لحماية حقوق الأطفال أو للحد من التأثير المناخي على الأطفال. قد يكون هام للفت النظر حول أهمية هذا الموضوع وحول التأثيرات المناخية على الأطفال، لأنه لم يعد التغير المناخي هو فقط حكر على العلماء أو على أصحاب الرأي أو الاختصاص، لأنه بتعلق في كل واحد فينا، كل شخص فينا هو متأثر بالتغير المناخي، وخاصة الأطفال هم الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، وخاصة الأطفال الذين يعيشون في المناطق الفقيرة، المناطق الأكثر هشاشة. وكما نعلم إنه الأطفال هم يتأثرون بالعوامل المحيطة بهم، بالبيئة المحيطة بهم. لكي نقوم بحماية الأطفال من التأثيرات المناخية نحتاج إلى العمل المناخي وتضافر الجهود للحد من التأثيرات المناخية. طيب، منظمتكم أيضا سلطت الضوء في السنوات الأخيرة على أزمة الجفاف وعلى نقص المياه والمجاعة بسبب التغيرات المناخية. ما هو واقع المنطقة الآن تحديدا؟ يعني منطقتنا الشرق الأوسط شمال أفريقيا هي جزء من هذا العالم، العالم كله، الكوكب كله يتأثر بارتفاع درجات الحرارة. قد يكون هذا الارتفاع في منطقتنا هو أعلى من المتوسط العالمي لارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي الأطفال قد يكونوا عرضة أكبر للتأثيرات المناخية والتغيرات المناخية. يعني مثلا هنالك حاليا 83 مليون طفل في منطقتنا يتعرضون للتأثيرات المناخية المختلفة وما يصاحبها، من إن كان تفشي للأمراض المنقولة عبر المياه، سوء التغذية، وحصول حالات نزوح داخلي بسبب هذا التغيرات المناخية. يعني شهدنا خلال العقد الماضي لحد عام يعني 2022 بحسب الدراسة التي أجرتها اليونيسف، شهدنا حوالي 1.5 مليون حالة نزوح داخلي بسبب هذه التغييرات. بالإضافة لذلك نشهد عمالنا زيادة درجات حرارة، نحن يعني بالصيفية نشهد أنه الصيفية عم بتكون أكثر حرارة من اللي قبلها، يعني في عدة من بلداننا، وهنالك بؤر ساخنة أو نقط ساخنة في بعض بلداننا في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا، قد تصل فيها درجات الحرارة والرطوبة إلى يعني أرقام كبيرة جدا وغير محتملة في عام 2050. لو تحدثنا بالتحديد عن الفيضانات، ربما ذكرت اليونيسف مؤخرا أنه جنوب السودان والصومال هما الدولتان العربيتان الأكثر تأثرا بالفيضانات وبالتالي بحركة النزوح الواسعة. كيف تصفين الوضع هناك بالتحديد اليوم؟ صحيح، هنالك العديد من الدول حول العالم متأثرة، منها دول الشرق الأوسط، منها جنوب السودان والصومال، وكما ذكرت يعني هي الفيضانات قد تكون العامل الرئيسي بسبب وضع الأطفال في بؤرة متأثرة، وضع صعب للغاية. يعني جنوب السودان منذ عام 2019 هنالك سنويا بين 750 ألف إلى 1 مليون حالة نزوح في جنوب السودان. ما في الصومال فالعدد تقريبا هو الضعف، هنالك تقريبا 2 مليون حالة نزوح في الصومال، منهم 500,000 طفل. الفيضانات المدمرة التي جاءت على الصومال هدمت أكثر من 200 مدرسة، هنالك 300,000 طفل في الصومال هم منقطعين عن المدارس بسبب النزوح المناخي أو النزوح بسبب المناخ، بالرغم من وجود مثلا مراكز تعليم مؤقتة أقامتها اليونيسف، أكثر من 150 مركز تعليم مؤقت أقامتها اليونيسف للوصول إلى الأطفال في المناطق التي يعيشون فيها كي يستطيعوا إدراك ما
يعني ما فقدوه من التعليم، ولكن الاحتياجات كبيرة وهذا ليس كافي. نعم، طيب هل متوقع سيناريوهات أكثر حدة الآن فيما يخص التغير المناخي وأيضا مخاطرة في أماكن معينة؟ نعم بالتأكيد، هنالك مخاطر كبيرة قد تصيب مناطق مختلفة حول العالم، ليس فقط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكما ذكرت في تقريركم بأنه يعني الجفاف والفيضان يؤثروا، مع أنهم هم متناقضين، ولكن يؤثروا على الأطفال. فمثلا في جنوب آسيا هي مثال على الفيضانات الكبيرة كذلك التي تحدث، فارتفاع درجات الحرارة نسبيا في الشتاء أو في الربيع تؤدي في هذه المناطق في جنوب آسيا مثل مثلا الباكستان وبنغلاديش والهند إلى ذوبان الجليد في المناطق المرتفعة. هذا يؤدي إلى وصول المياه إلى الأنهر والبحار وارتفاع منسوب الأسطح المائية، ويؤدي إلى أيضا الفيضانات الكبيرة هناك في جنوب آسيا. يعني شهدنا عام 2022 فيضانات مدمرة كانت في الباكستان، أدت إلى نزوح أكثر من 3 ملايين شخص بسبب هذه الفيضانات، ودمرت العديد من المدارس والبيوت. يعني احنا بنحكي كمان على مناطق هي اصلا تعاني من ظروف اقتصاديه واجتماعيه صعبه، وجاءت هذه الفيضانات زياده عن ما يعانيه الاطفال من انقطاع عن المدارس ومن سوء تغذيه ومن امراض متفشيه بسبب عدم حصولهم على مياه من اماكن صالحه للشرب. طيب إذن اليوم من خلال عملكم كمنظمة دولية متخصصة في حقوق الطفل، كيف تساعدون الأطفال في مختلف الدول على مواجهة هذه التحديات؟ يعني اليونيسف لا تستطيع العمل لوحدها، نحن نعمل يدا بيد مع الحكومات، مع القطاع الخاص، مع الأفراد، مع القطاع العام في العديد من الدول. في أكثر من 64 دولة قمنا بحملات كبيرة على رفع الوعي وزيادة المعرفة حول التأثير المناخي وكيفية التصدي للمناخي، وذلك من خلال التدريبات ومن خلال الوصول إلى المدارس، وأن تكون القدرة على التكيف هي جزء من أنظمة هذه المدارس. كذلك تبني الأنظمة المبتكرة في برامج اليونيسف المختلفة مثل برامج المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية. فقمنا بتبني أنظمة المياه تعمل على الطاقة الشمسية. بعام 2022 لوحدها قمنا بتزويد أكثر من 1800 نظام مياه يعمل على الطاقة الشمسية، استفاد منه أكثر من 5 ملايين شخص في العديد من الدول العالم، بالإضافة إلى وجود بعض الأنظمة التي هي يعني ميسورة التكلفة وقابلة على التكيف المناخي، مثل قمنا بتزويد مواقد طهي صديقة للبيئة، أنظمة مياه صحية للمدارس والمستشفيات التي هي صديقة أيضا للبيئة وتعمل على الطاقة المتجددة. شكرا جزيلا لك اختصاصية الاتصال في مكتب الخليج لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف لينا الكرد، شكرا جزيلا لحضرتك. بعد قليل من النزوح إلى الإنقاذ البيئي، إيزيديون يعيدون تدوير البلاستيك، خليكم معنا. التلوث البيئي وبالتحديد التلوث اللي بتحدثه النفايات البلاستيكية هو طبيعة الحال تحدي وتهديد خطير للعالم ككل، ومهما بذل من جهود نحن دائما في حاجة للمزيد. من هذا المنطلق قررت مجموعة من النازحين الأيزيديين المشاركة والعمل على تغيير نهاية هذا السيناريو المخيف. نعم، تغيير تم عن طريق مشروع إعادة تدوير البلاستيك داخل المخيمات بمخيم كبرتو في محافظة دهوك بكردستان العراق، وبإشراف منظمة شندا المحلية العراقية. المشروع مفيد
ليس فقط للبيئة بل يعتبر نقطة مضيئة تبعث أمل للنازحين الأيزيديين، خاصة طبعا بعد الإبادة الجماعية اللي نفذها تنظيم داعش ضد هذه الأقلية الدينية. صحيح، والمشروع أيضا هو خطوة ذكية وبناءة وفرصة لتجاوز القائمين عليه لتجارب المؤلمة في السابق جراء اختطافهم من قبل تنظيم داعش، حتى يقروا بعدها العمل جنبا إلى جنب من أجل تنظيف بيئتهم والمساهمة في حماية البيئة. تسرع حورية لإفراغ كيس قنان البلاستيك الفارغة. تضع القنان في حاويات تم توزيعها بين أرجاء مخيم كبرتو في محافظة دهوك العراقية. مشروع تدوير النفايات كتب له النجاح، فالشوارع تبدو نظيفة بعد اختفاء المخلفات البلاستيكية. هذا عمل جيد بالنسبة لي شخصيا أو حتى لبقية النازحين. هذه المنظمة متخصصة بجمع وتدوير النفايات وتصنيفها حسب النوعية، وهو مشروع ناجح ومفيد للبيئة والمجتمع من كافة النواحي. المشروع هو الأول من نوعه لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية في المخيمات. القائمون على المشروع شباب متطوعون تحت إشراف منظمة جندا المحلية، والهدف الحد من انتشار المخلفات البلاستيكية داخل المخيم، إلى جانب التوعية بخطورة النفايات البلاستيكية. نعطي محاضرات في المخيمات، بعدين كنا نوزع أكياس مشان يحطوا فيها أنواع البلاستيك، نجيبوا على المخزن ونحطهم في الماكينة اللي تفرطهم. بعد ما نفرطها نخليها في الماكينة الثانية تدوب كلحم، ونسوي منها كاسات وسطلات الورد. هنا يفرز الناشطون أكياس النفايات، يصنفون البلاستيك تمهيدا لفرمه، بعدها تبدأ إعادة التدوير، ليتحول المواطنون من حرق النفايات البلاستيكية إلى الحرص على إعادة تدويرها والاستفادة منها، إلى جانب خفض معدلات التلوث البيئي. أنا وفريقي نروح نجمع، أنا أكوز عندنا سيارة نجمع ونجيبها هنا بالمخزن، نفرق البلاستيك من الشامبو من الفائش اسمه هذه كلها، نعزلهن وننظف القبغات ونشتغل بيهن. والله هو نظافة المخيمة هو البداية، والتوعية ونظافة البيئة. قبل يسوون أكوام ويحرقونه يصير تلوث. مشروع إعادة التدوير وفر فرص عمل لبعض النازحين، ويطمح القائمون عليه لتوفير مزيد من فرص العمل. إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث بالمخلفات البلاستيكية، فإن مشروع تدوير النفايات يوفر فرص عمل ودعما نفسيا لقاطني هذا المخيم بعد سنوات من الخوف والنزوح. من مخيم كبرتو في دهوك، ضياء محمد، الحرة. معنا من مدينة دهوك العراقية مدير مشروع إعادة التدوير أحمد سند كالي. سيد أحمد صباح الخير، بداية حدثنا عن فكرة المشروع داخل مخيم كبرتو. صباح الخير، أسعد الله صباحكم على الجميع. نحن كبداية قمنا بالتطوع 5 بنات مع شخص يعني معنا، قمنا بجمع النفايات أول بداية بالبلاستيك، وأجرنا مخزن كبدايات، وبعد ذلك يعني شوية شوية قمنا نتطور بمساعدة منظمة جندا. قاموا بجهودهم وجهود البنات وجهود المخيمات، مخيم كبرتو 1 وكبرتو 2، قاموا بجمع البلاستيك بجهات مخصصة يعني إلها، يعني حاويات إلها، وبعدها نقوم نجيبها على المخزن لعزل القناني وعزل الشامبو، يعني القناني الشامبو قناني البلاستيك يعني الماء يعني بأشكالها. هل كانت هناك أهداف محددة وضعتموها من البداية لكي تصل إليها في النهاية من خلال هذا المشروع؟
هدفنا الوحيد كنا نريد ننظف صراحة ننظف المخيم من البلاستيك، لأن مستقبلا هذه تلوث البيئة، وتعرف نازحين وكمنطقة نائية يعني لازم واحد ينظف مكان حتى ما يصير تلوث للبيئة. قبل كان يحرقونه الدخان هذا يصير بتلوث بالمنطقة. طيب لأنهم نازحين مثل ما ذكرت سيد أحمد جندة. نعم، لأننا نحكو عن نازحين الآن سيد أحمد، وأنتم نفذتم حملة توعية بمخاطر البلاستيك داخل هذه المخيمات، هؤلاء نازحون كيف تفاعلوا مع هذه الحملة؟ والله نروح أول بداية البنات يروحون على المدارس يوجهون الطلاب، وبعدين تطور كل بيت يذهبون إليهم يقول يابا هاي بيها مخاطر باكر مستقبلا هذا يصير تلوث أشعاعات، يعني يصير بيها تلوث لأطفالنا. وهذا شوية شوية الناس قامت توعي ويانا يعني تتقبل هالشيء هذا. هسه حاليا بالمخيم يجيني أقل شيء 10 أكياس باليوم، كل واحد جايب له كيس بسيارته يجيبه يقول له أحمد هذا ما نرمي على الحاوية، هذا حتى ما يصير تلوث. طيب حدثني عن النتائج أستاذ أحمد، يعني ما الذي تم تحقيقه حتى الآن؟ كيف اختلف حتى شكل المخيم من الداخل بسبب هذا المشروع؟ والله حاليا يعني أنا يعني قبل 3 أشهر حاليا هسه المخيم صار نظيف من البلاستيك، يعني ما تقريبا عندي 2.5 طن هسه أنا كابسة بالكابسة وموجودة عندي. أتمنى من الشركة تجي تأخذ من عندنا من هالبلاستيك يأخذونه لإعادة التدوير، وأذن الباقيات إحنا نشتغل بها نعمل بها سلات للفاكهة، سلات اللي ما يستعمل للأكل نعمل بها مزهريات، كاسات للمزهريات ومن هالأشياء الأخرى. طيب ما هي التحديات اللي واجهتكم عندما بدأتم في تنفيذ هذا المشروع، وكيف أيضا تغلبتم على هذه التحديات؟ التحديات كشباب تطويع والناس قامت تساعدنا، يعني شوية قاموا يتجاوبون معنا، وأول بداية كانوا ما يهتمون يقولون أنتم شو تسوون، يعني عليش هذا تجمعون هالدبيات؟ قلت يابا مستقبلا هذا يفيدكم، هذا لكم مو لنا، يعني هذا للأطفالنا على المدى البعيد حتى ما يصير تلوث. وشوية شوية الناس قامت تتجاوب ويانا، ويعني إلى درجة حتى الأطفال قاعد يجيبون، كل واحد يجيب له 2-3 على ليق يجيبون عندي أطفال صغار. طبعا لك كل التحية على هذه المبادرة ولكل من شارك فيها بالتأكيد، نتمنى لكم أيضا التوفيق فيما هو قادم. مدير مشروع إعادة التدوير الأستاذ أحمد سند كالي، شكرا جزيلا لك. سننتقل الآن من العراق إلى تونس، وإعلان وزارة الشؤون الاجتماعية أن نسبة الأمية في تونس تبلغ أكثر من 17%، أي حوالي 2 مليون شخص تقريبا. نعم، والوزارة أيضا كشفت أن نسبة الأمية في صفوف النساء تبلغ 25%، وأن 50% منهن موجودات في الوسط الريفي. أرقام صادمة كشفت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص نسبة الأمية في تونس. وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قال بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية إن نسبة الأمية في صفوف النساء تبلغ 25%، مضيفا أن 50% منهن موجودات في الوسط الريفي. واعتبر الوزير أنه لا معنى لمحاربة الفقر والتهميش دون إكساب الأفراد المعرفة التي تمكنهم من الاندماج الاقتصادي.
وكشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تم استقطاب 27 ألف شخص جديد في 2023 من مراكز محو الأمية في تونس، التي بلغت خلال السنة الدراسية الجديدة 965 مركزا. كما أكدت الوزارة أنه تم تسوية وضعية المدرسين في هذه المراكز. الوزير مالك الزاهي شدد على ضرورة إصلاح منظومة تعزيز تعليم الكبار وإصلاح المناهج التعليمية حتى تسير احتياجات الدارسين وتوظيف التكنولوجيا ووسائل الاتصال. وأعلن الوزير أنه تقرر الترفيع في ميزانية المركز الوطني لتعليم الكبار حتى يقوم بالإصلاحات اللازمة، قائلا إنه لابد من إعداد سجل وطني للأميين، خاصة أن الأمية تعتبر آفة اجتماعية تتعدد أسبابها، والحد منها لا يستقيم إلا باستراتيجية تشاركية. وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية أنه تم تركيز منظومة رقمية هي الأولى في أفريقيا من أجل جمع كل المعلومات لتشخيص دقيق ولضبط القرارات. وبهذا نصل معكم مشاهدينا لنهاية هذه الحلقة من برنامج اليوم. إلى اللقاء. بإمكانكم التواصل معنا على مواقع البرنامج. دمتم في رعاية الله.